وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم يسأل على صحة هذا الخبر أن عمر رضي الله عنه وأرضاه مر ذات يوم برجل في السوق، فإذا بالرجل يدعو يقول: اللهم اجعلني من عبادك القليل، اللهم اجعلني من عبادك القليل. فقال له عمر: من أين أتيت بهذا الدعاء؟ فقال الرجل: إن الله يقول في كتابه العزيز: وقليل من عبادي الشكور. فبكى عمر وقال: كل الناس أفقه منك يا عمر، اللهم اجعلنا من عبادك القليل. نقول بالنسبة لهذا الأثر ورد عند ابن أبي شيبة وأيضا في مصنفه طبعا وفي الزهد للإمام أحمد برواية عبد الله، لأننا كتاب الزهد برواية صالح وكتاب الزهد برواية عبد الله، هذا ورد عند الإمام أحمد في كتاب الزهد برواية ابنه عبد الله، وأيضا ذكره القرطبي وجمع من أهل العلم، لكن هذا الأثر في سنده أيها الكرام الفضلاء إبراهيم التيمي، وإبراهيم التيمي لم يسمع من عمر رضي الله عنه وأرضاه، وعليه فيكون الأثر منقطعا، والانقطاع نوع من الضعف. الأمر الثاني أن الرجل هنا مجهول مبهم ولا يعرف من هو، والقلة على كل حال أيها الكرام الفضلاء ليست محمودة على الدوام، وإن كان الله ذكرها تبارك وتعالى فقال: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. والكثرة كانت تأتي على سبيل الذم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أيضا قال: ولا تجد أكثرهم شاكرين، إلى غير ذلك من هذه الأمور. بالنسبة كما قلت لكم عند ابن أبي شيبة في المصنف، قال ابن أبي شيبة: حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عن إبراهيم التيمي قال: رجل عند عمر، اللهم اجعلني من عبادك القليل. وهذا فيه اضطراب، مرة تأتي برواية مرة رجل في مرة عمر على رجل في السوق، مرة قال رجل عند عمر، إلى غير ذلك. فهنا إبراهيم التيمي لم يسمع. وأيضا بالنسبة لسند كتاب الزهد برواية عبد الله بن الإمام أحمد، قال: حدثنا محمد بن غيلان قال: حدثنا سفيان عن ابن جدعان قال: سمع عمر رجلا يقول. وأيضا في كتاب الزهد في رواية أخرى قال: حدثنا محمد بن عبادة قال: حدثنا سفيان عن مسعر، مسعر بن كدام قال: سمع عمر. فكل هذه الروايات هذه فيها انقطاع، وكلها منقطعة، وفي بعضها يكون ضعف من قبل الرواة، وعليه فهذا الحديث لا يصح، وعلى الإنسان أن يتبع الأدلة التي فيها الأثر، يعني يدعو بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأنقل لكم قول ذكره ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين عن الفضيل بن عيار، قال: عليك بطريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطريق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. نجانا الله وإياكم من الغواية والضلالة، وجعلنا الله وإياكم من أهل الهداية، صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.